سامية الثلاث كنا في الأول درنا ليلة الذكر والابتهال اللي تميزت بمشاركة المقرئين بارزين من مدينة سلا منهم الشيخ أحمد الخالدي والمقرئ الشاب حمزة السات. بعد ذلك تم توزيع جوائز مسابقة حفظ وتجويد القرآن فيما عرفت الفترة الثانية من الليلة الأولى ابتهالات مع خيرة من مالحي مدينة سلا ومشاركة جوق سلا برئاسة طارق الحسوني، وتم التميز في هذه الليلة بمشاركة الأستاذ سعيد بالقاضي الفنان اللي جانا من مدينة طنجة. بعد ذلك ليلة السبت كانت ليلة الأغنية المغربية بمشاركة الأستاذ عبد العالي أنور والأستاذة رشيدة طلال اللي جاتنا من مدينة عيون. كما كتشوفوا هذه الليلة أحد الليلة الختامية مشاركة الفنان المقتدر سفير الأغنية الدينية مروان حجي والفرقة، وبعد ذلك سيختتم المهرجان بمشاركة الطائفة الأصيلة السلاوية برئاسة الشاب المقدم والعارف. اليوم راه كنعيشوا السهرة الختامية ديال المهرجان في دورته 12، وملي كنتكلموا على دورة 12 يعني 12 عام من العمل، ومن إذا هذا عمل مستمر والحمد لله من دائما من حسن إلى أحسن. كنحاولوا نراكموا التجارب، كنحاولوا نفتحوا على أنشطة جديدة. طبيعة راه ما عندناش يعني كاينة هذا المنصة اللي فيها الجانب الموسيقي والجانب ديال التكريم. طيلة 10 أيام من المباريات والمسابقات اللي من خلالها الشباب ديالنا والناشئة ديالنا كيتبارو فيها، كان على رأسها المسابقات ديال القرآن الكريم حفظا وتجويدا واللي تخصصت هذا العام يعني جوائز قيمة. كانت واحد المباريات اللي هي حقيقة لا من ناحية الكيف ولا الكم، لأنه يعني صحيت العدد المشاركين وصل حوالي 300 واحد، وفي المستوى ناس اللي هما في المستوى نفس الشيء الأبطال ديال الوليدات والخموليات، ولكن أبطال في الشطرنج، شفنا الكرة الحديدية، كرة القدم، كرة السلة. وهذا الشيء تنعاود نأكد بأنه ماشي عمل ديال رئيس، وإنما هو عمل ديال مجلس مقاطعة، عمل ديال الشركاء بما فيهم المصالح الخارجية على رأسهم الرئيس المجلس العلمي والمندوب ديال الأوقاف عام عمالة سلا جماعة سلا، وكذلك وبالأساس المجتمع المدني. احنا انتقلنا من الشعارات الى الواقع، اليوم احنا كنخدموا جنبا الى جنب مع المجتمع المدني. نتمنى الله سبحانه وتعالى يوفقنا لكل خير.